حياكم الله إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، يأتيكم من قناة الرافدين. كشف خبراء اقتصاديون عن وجود أياد خفية عبثت وغيرت أرقام جداول الموازنة في نسختيها الورقية والإلكترونية. وبحسب الخبراء فإن رئاسة الجمهورية لم تصادق على جداول موازنة 2024 ولم تنشرها بعد في الجريدة أو جريدة الوقائع، على الرغم من تصويت البرلمان عليها منذ نحو شهرين. بيّنوا أن السبب في ذلك اليد الخفية التي عبثت وغيرت من أرقام الجداول في النسختين الورقية والإلكترونية، حيث أضافت 15 تريليون دينار إليها. شهدت أسعار البنزين في كردستان العراق ارتفاعا جديدا بواقع 50 دينارا على جميع الأنواع، وبهذا الارتفاع أصبح سعر اللتر الواحد من البنزين العادي 925 دينارا، وسعر اللتر من البنزين المحسن 1025 دينارا، وسعر البنزين السوبر 1275 دينارا للتر الواحد. هذا وعبر عدد من المواطنين في السليمانية عن غضبهم الشديد إزاء ارتفاع أسعار الوقود. سجل خام البصرة الثقيل والمتوسط خسائر أسبوعية، مع تسجيل أسعار النفط العالمي خسائر بأكثر من 2%. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ دولارا و80 سنتا يصل إلى 72 دولارا و47 سنتا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 3 دولارات و25 سنتا. وأغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع بلغ دولارا و80 سنتا ليصل إلى 75 دولارا و48 سنتا، سجل خسائر أسبوعية بلغت 3 دولارات و39 سنتا. وسجل خام برنت خسائر أسبوعية، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر أسبوعية أيضا بنسبة 2.1%. كشف خبراء اقتصاديون عن ارتفاع عدد العاملين الأجانب في الحقول النفطية العراقية إلى نحو 197 ألف عامل. وبحسب الخبراء فإن عدد العاملين الأجانب الذين حصلوا على تصاريح أمنية للعمل في الحقول النفطية بمحافظات البصرة وذي قار وميسان بلغ حتى الأول من أيار 2024 نحو 197 ألف عامل من 50 دولة، حيث تشكل العمالة الصينية النسبة الأكبر، ثم تليها باكستان ثم الهند. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.